يعد تقييم انبعاثات غازات الدفيئة الخطوة الأولى نحو قياسها وفهم كيفية الحد منها بشكل أفضل، وتتبع معظم الشركات والمجموعات حول العالم طريقة نص عليها بروتوكول غازات الدفيئة المعد عام 1998. يدرج هذا البروتوكول غازات الدفيئة ضمن ثلاث فئات تعرف بالنطاق الأول والنطاق الثاني والنطاق الثالث. يضم النطاق الأول جميع غازات الدفيئة المنبعثة مباشرة من مصادر تملكها أو تشغلها الشركة كالغلايات والأفران والمركبات، وقد يشمل هذا النطاق الانبعاثات المرتبطة باستغلال الأراضي الزراعية أو الغابات. النطاق الثاني يشمل الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بالطاقة الكهربائية التي تستهلكها الشركة، وتعتمد هذه الانبعاثات على ما يستخدم لتوليد الطاقة مثل النفط أو الغاز أو الفحم أو الأخشاب أو طاقة الرياح والطاقة الشمسية. أما النطاق الثالث فيشمل جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى، وغالباً ما تكون هذه الانبعاثات صعبة القياس لكنها تشكل الحصة الكبرى من بصمة انبعاثات غازات الدفيئة في الشركة، وهذه الغازات هي كل ما ينبعث من أنشطة المرحلتين التمهيدية والتنفيذية. ففي المرحلة التمهيدية يصنع الفولاذ والزجاج مثلاً ليدخل في صناعة منتج، ولكن قد تكون المرحلة التمهيدية عبارة عن الانبعاثات الناتجة عن قيادة موظف سيارته للتوجه من وإلى عمله. أما المرحلة التنفيذية فتشمل نقل البضائع والخدمات وحتى استخدامها. فإن كانت الشركة تعنى بتصنيع الأجهزة المنزلية، يتعين عليها تالياً احتساب كمية الكهرباء التي قد يستهلكها الشاري خلال تشغيل الخلاط الآلي حتى نهاية حياته.